العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. هذا المجلس يجب أن يثبت موقف، يجب أن يثبت موقف. إن كل ما يمس الموظف الكويتي في القطاع الخاص من ظلم يجب بالفعل أن يعالج بهذا القانون وحده. علينا بالفعل أن نقوم بواجبنا حتى نكشف الحقائق كما ينبغي، ولا يكون هناك ناس يستغلون الأوضاع الخطأ. اللجنة المالية اليوم وبالإجماع إجماع أعضائها وافقت على هذين المقترحين، وسيتمان إن شاء الله إلى المجلس للتصويت عليه. معروف عن أهل الكويت وخصوصا في قضية التعليم، ولا نمنع هذا على غير الكويتي. دور 57، موافقة 50، عدم موافقة 4، امتناع 3، موافقة وإحالة الحكومة. Video tutorial with voice included.